كرز البطل. هات الملقطة يا رومبا. ستقدرين يا روزي؟ أنا أحاول. استمتعت وأنا ألعب بطائرتي الورقية، لم أنتبه للأشجار. ياي! أوه، لقد تمزقت. لا تخف يا رومبا، سنصلحها، لكن لا تقترب من الشجر في المرة المقبلة. لن أفعل. ما هذا؟ يبدو أن أحدا ما في ورطة. ساعدوني. لين، ما المشكلة؟ إنه بوني. أنا لا أراه هنا. وضعت لين بوني على حافة الجسر فوقع. أنقذوه. تعال هنا يا كموني، لا تفكر أبدا في الاقتراب من المياه. نحتاج إلى شيء نمسكه به. صحيح، ملقطة الطائرة. أحسنت يا رومبا، أمر سهل. روزي، أنقذتي بوني. شكرا لك. أنا ورومبا أنقذناه في الواقع. هذا ملقط طائرته. ما المشكلة يا لين؟ سمعتك تصرخين. أنتما بطلان. بطلان؟ روزي ورومبا أنقذا بوني. كان يمكنني هذا. روزي الخارقة. رومبا الخارق. ليس خارقين، هما حتى لا يرتديان ملابس الأبطال. أي أحد قد ينقذ بوني؟ لاحقاً، إذا احتاج أحدكم لمساعدة فلينادني. مرحباً بك يا كرز، ما الجديد؟ أنا كرز الخارق، وهذه سيارتي الخارقة. فكرة ذكية. أبحث عن شخص أنقذه. يمكنك إنقاذي من هذه، لم أنم جيداً الليلة. أقصد إنقاذاً حقيقياً. أنا واثق من أنك ستعثر على من يحتاج إلى الإنقاذ أيها البطل الخارق. 1، 2. نضعه هنا. لا تبتعد يا كموني، لا أريدك أن تضيع مني. حسناً. 7. كرز الخارق هنا لإنقاذكم. 10. ها، تفضلي يا لين، أنا أنقذت دبك. لكنه لا يحتاج إلى إنقاذ، بوني كان مختبئاً. ها، ألا تحتاجين العون؟ ساعدني في العثور على بينون وكمون، نحن نلعب الغميضة. الخارقون لا يلعبون الغميضة أبداً. ها، كرز الخارق هنا لأجلكما، أتريدان المساعدة؟ لقد أصلحناها أنا ورومبا. عادت جديدة. تقريبا. لا أحد يريد مساعدتي. ساعدني لتطير هذه. وجدتها. إذا علقت طائرة رومبا سيطلب مني إنقاذها، عندها سأكون البطل. أنا كرز الخارق. آسفة يا رومبا، لا توجد رياح وهناك شجر كثير، ستعلق طائرتك مجدداً. كرز الخارق سيساعدك. أنا سأطير الطائرة. حقاً، رائع. لا حاجة إلى الرياح مع كرز الخارق. تذكر، لا تقترب من الأشجار. بل سأمر بين الأشجار. طائرتي ليس مجدداً. أقصد، لا أصدق. سأنادي روزي، ستنزلها لي. لا تحتاج إلى روزي، أنت معك كرز الخارق. إنها تتمزق. توقف، نحتاج إلى روزي. سأنزلها قبل وصول روزي. هيا. لماذا تضحك بلبلة؟ لا تهتم كرز، ستساعد هذه في إنزالها.
التقطتها. تدا، تمت عملية الإنقاذ، هذا بفضل قرص الخارق. أوه، هذه طائرتي؟ آه، لأنك طيرتها قرب الشجر مجدداً يا رومبا. حقيقة إنها غلطتي أنا، أردت أن تعلق طائرة رومبا كي أكون البطل وأخلصها. أتقصد أنت تعمدت هذا؟ نعم، آسف يا رومبا، أعدك أن أصلحها. أنا بطل فاشل. روزي، كرز، هل رأيتما كمون؟ ألم يكن معك؟ لا، كنا نلعب الغميضة لكننا لم نعثر عليه. جميعنا سنبحث عنه، مستعدون؟ بالطبع، سأبحث في الملعب. ابحثوا عند الأراجيح، لا تخف يا بينون، سنعثر عليه. كمون، أين أنت؟ يا كمون، ليس هنا، أين عساه يكون؟ يا كمون، ترى أين أنت؟ شيء غريب، أحدهم في المتاهة. ترى هل هو؟ يا كمون، هل أنت هنا؟ خالو بينون، يا كمون، هنا. يا كمون، عرفت أنه أنت. كاز بطل. هيا بنا يا كمون لنعود إلى الأصدقاء. لقد أخبرته ألا يبتعد. كموني! خالو! كان في المتاهة. أوه، عدني ألا تبتعد عني مرة ثانية. أنا آسف. كيف عرفت مكانه؟ لاحظت أن الأعلام تتحرك، ملاحظة ذكية. أنا فخورة بك يا كرز. شكرا لك. ربما يجب أن نناديك كرز الخارق منذ الآن. أفضل أن أبقى كرز فقط، لكن يجب علي القيام بعمل الخارق أخير. ها؟ ولما هذه؟ فكرة كرز خارقة مثله، صح يا رومبا؟ نعم، أصبحت طائرتي خارقة بفضل ردائه. جيد أننا لسنا بطلين خارقين، وإلا سنضطر إلى إنقاذ الآخرين طيلة الوقت. معك حق، ولن نستطيع النوم. ونتوقف عن تناول طعامنا لنساعدهم. على ذكر المساعدة، سأساعد نفسي. رومبا، الفراولة أجمل هكذا. أضحكتني يا رومبا. قصة الطول. لا جدوى من ذلك. ما المشكلة يا رومبا؟ أحاول أن أحضر طبقي الطائر لكني لا أصل إليه، فهو عالي للغاية. حسناً، سأحضره لك. شكراً يا روزي، ليتني كنت كبيراً وطويلاً مثلك. أنت تكبر بالفعل، انظر، كان طولك إلى هنا والآن وصل إلى هذه العلامة. ألم يزد طولي الآن؟ للأسف يا رومبا لم يزد منذ البارحة. تعال، هيا بنا لنلعب. أهلا روزي، أهلا رومبا، هل ستلعبان؟ نعم. أمسكته بمهارة يا كرز. نعم، نحن أفضل من يلعب هذه اللعبة.
هذا ليس عدلا، لابد أن أكبر وبسرعة. ابتهج يا رومبا، خذ جرب قبعتي، يمكنك أن تستعيرها. رائع، شكرا يا كرز. مرحبا بالجميع. أهلا أرتشي. رومبا، تعجبني القبعة. استعرتها من كرز. أوه، ليت لدي قبعة لتحمي عيني من الشمس، لكن حيوان الحرباء لا يرتدي الثياب. أنا لا أرى سببا لهذا، سوف أصنع لك واحدة. هل يمكنك؟ مثل هذه تماما؟ مثلها تماما، فقط أصغر، لن تستغرق وقت. رائع، شكرا يا لين. هيا أمسكي. أوه، ما زلت أتمنى أن أكون أطول. لحظة، عرفت كيف يمكنني أن أصبح أطول. تعالي معي يا روزي. رائع يا رومبا، أنت الآن أطول بكثير. أعرف. مذهل، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. أحب أن أكون طويلاً، يمكنني أن أرى المزيد من الأشياء هكذا. احترس. هذه قبعة كرز، سوف أجربها، ربما تلائمني. ليست مقاسي، لكني بالتأكيد أبدو وسيماً مثل كرز. أجل، بالتأكيد أنا أبدو وسيماً مثل كرز. مرحباً، مرحباً، هل أطفأ أحدكم النور هنا؟ بسرعة، النجدة، تعالوا بسرعة. أرتشي سقط هنا. أنا في الحفرة. ولا يمكنه أن يخرج. أنا العالق. مسكين يا أرتشي. كلا، المكان جميل في الحفرة. صدى صوت رائع. لكن لن تبقى هكذا إلى الأبد. اطمئني يا أرتشي، سأخرجك. يا إلهي، أنا كبير الحجم، لا يمكنني الوصول إليه. وأنا أيضاً، لذا طلبت مساعدتكم. أنا كبيرة الحجم أيضاً. يبدو المكان مخيفاً في الحفرة. دعوني أجرب، قد أستطيع أن أدخل لصغر حجمي، أو يمكن أن أدخل قدمي. كدت أن أصل إليك. أمسك بقدمي. رومبا هو بطل الشجاع، الوحيد الذي استطاع إنقاذي من الحفرة. أعتقد أن صغر الحجم ليس بهذا السوء. أنا أحب أن أكون كما أنا. أحبك كما أنت أيضاً يا رومبا. شكراً لأنك أعرتني قبعتك. وهذه لك يا أرتشي. شكراً يا لين، سوف ألبسها في المناسبات الخاصة. أنا أيضاً يعجبني أن أكون كما أنا. تلألئي أيتها النجوم. هل ستأتي للنوم يا رومبا؟ قضيت وقتاً طويلاً تنظر من التلسكوب. أنا أتأمل كل النجوم. انظري، يمكنك رؤيتها. رائع، انظري إلى هذا. ماذا هناك يا رومبا؟ نجم ساقط. رائع، كان هذا مذهلاً. تظنين الآخرين رأوها؟ سنكتشف هذا في الصباح. كانت 10 على الأقل. وشديدة اللمعان. وساحرة للغاية. مرحبا روزي، مرحبا رومبا، هل رأيتما النجوم الساقطة؟ نعم، كانت جميلة، أليس كذلك؟ كنت نائمة، لذا لم أرها. يمكنك أن تراها في كتابي هذا. شكرا يا رومبا.
ربما تعود مجدداً الليلة. ترى أين تذهب النجوم الساقطة؟ أين؟ حسناً إنها إنها هل تعرف يا فكري؟ حسناً، النجوم الساقطة تبتعد لتتلاشى في الفضاء أحياناً، وأحياناً تسقط على الأرض. هل تعني أن النجوم ربما تكون سقطت هنا؟ أعتقد هذا. يا كرز، أيمكنني أن ألعب بكرتك؟ بكرتي بالتأكيد. احترس يا ونس. أنا بخير، أنا بخير. ربما تحتاج إلى بعض الدروس في فنون ومهارات كرة القدم. إذن أين لين؟ كانت هنا منذ دقيقة. أتمنى ألا تكون حزينة لعدم رؤيتها للنجوم الساقطة. كانت الوحيدة بيننا التي لم ترها. هيا نسهر جميعا ونبحث عن النجوم الساقطة الليلة. نعم، فكرة رائعة. مكتوب في الكتاب أن ما نراه في السماء ليست نجوما حقيقية موجودة. أوه، إنها مجرد أشعة شمس. أوراق شجر. أيتها النجوم الصغيرة، سأعتني بكم. مصباح جاهز. فرشاة أسنان جاهزة. لين لا، روزي، رومبا، انظر ماذا وجدت. ما هذا يا لين؟ نجوم، لقد وجدتها في الحديقة. إنها النجوم الساقطة التي شاهدتموها تسقط من السماء أمس. أواثقة أنها نجوم متساقطة؟ نعم، فكري قال إنها تتساقط أحياناً على الأرض، لكنني قلقة لأن ضوءها يخفت. أين يجب أن أحتفظ بها في رأيكم؟ النجوم توجد في السماء. إذن فلنعيدها إلى السماء. نعيدها إلى السماء؟ وكيف يمكن أن نفعل هذا؟ هل يريد أحدكم اللعب؟ تادا! إليكم جهاز إطلاق النجوم. هيا بنا إلى ساحة اللعب حتى نجربه. استعدتوا؟ والآن 5 4 3 2 1 انطلقوا! انطلقوا! إنها ترتفع في السماء! انطلقوا! لم ترتفع بما يكفي. نجومي! ما هذا الصوت؟ نتعرض للهجوم! هذا يدغدغني. نجومي، هل ما زالت بخير؟ تبدو في حال جيدة. نجوم، لكن الليل لم يحل بعد. إنها النجوم الساقطة التي رأيناها ليلة أمس. لين وجدتها، وكنا نحاول أن نعيدها إلى السماء ثانية. أظن أنها تتلألأ مثل النجوم. لماذا تقول مثل النجوم يا فكري؟ أليست نجوم؟ إنها ليست نجوماً، لكنها شيء مميز مثلها. هذه تسمى شرانق. ماذا؟ هذه شرانق؟ أتعني أنها البيوت التي تصنعها اليرقات؟ قبل أن تتحول إلى فراشات؟ وليس فقط إلى فراشات، فاليرقات يمكن أن تتحول إلى كل أنواع الحشرات الطائرة. رائع، ومتى تفقس؟ لا أعرف، ولكن إلى أن تفقس ربما علينا أن نعيدها إلى أغصاني. تراجعوا، أنا الشخص المناسب لهذه المهمة. إذن هي ليست نجوماً حقيقية بالفعل؟ أينبغي أن نخبر لين بمفاجأة النجوم؟
يلين. روزي، ما الأمر يا رومبا؟ لو ستصيرين نجمة، أي نوع من النجوم ستختارين؟ أختار أن أبقى نجمة في السماء تتلألأ. ألا تظني أنك ستملين؟ أعتقد أنني سأكون نجماً متساقط، أو ربما سأكون نجماً متقافز. نجم متقافز؟ ألا يوجد هذا؟ سأكون نجماً متقافزاً جيد. انظري، بوينغ بوينغ بوينغ. ربما يمكنك أن تكون نجماً نائماً يا رومبا. أعتقد أنك محقة. بوينغ. بيضة أم كرة مضرب؟ أوبس، ضربة موفقة يا لين. شكرا يا روزي. نقطة لكرز ولين. رائع. هل حان وقت الطعام يا روزي؟ ليس بعد يا بينون. هيا يا روزي، دورك الآن. نحتاج نقطة. بلبلة، ماذا تفعلين عندك بالأعلى؟ أنا أنظف. صديقتي بطة ستزورني، أريد أن يكون المكان نظيفاً. بطة 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 بطة. يا بلوطات، ماذا تفعلون؟ عمل بلبلة لا ينتهي أبداً. آسفة. رائع. نقطة لكرز ولين. ياي، سوف نفوز. لن تفوز أبداً طالما أنا هنا، انسوا. لو كسب هذه النقطة فسوف يفوزان. عندها سآكل قطعة حلوى لذيذة من حلوى روزي. حسناً، إليكم أفضل ضربة عندي. أسرع. أين الكرة؟ لا 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 أعرف، لقد اختفت تماماً. هل يعني أن وقت الحلوى قد حان؟ هيا يا بطة، ترى أين أنت؟ بطة 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 بطة. أخيراً، بطة بطة، أهذه أنت؟ ما هذا الشيء؟ بيضة بيضة بيضة. هذا صحيح، هناك بيضة في العش. ماذا سأفعل بها الآن؟ ولكن فعلاً أنا لا أفهم، أين يمكن أن تختفي؟ قد تساعدنا بعض قطع الحلوى على التفكير. فكرة جيدة يا بينون. تعالوا تعالوا تعالوا. ما الحكاية يا ترى؟ بلبلة بيضة بيضة. بيضة بلبلة. فكري فكرة. هيا بسرعة، بلبلة في حاجة إلى المساعدة. ولكن ماذا عن الكرة الضائعة؟ وماذا عن قطع الحلوى؟ هل أنت بخير يا بلبلة؟ متعبة جداً وجائعة جداً. لا تشغلي بالك أبداً يا بلبلة، سنأتي إليك بكل ما تحتاجين إليه. هل تريدين قطعة حلوى؟ يم نعم، لقمة منها قد تساعدني. وأنا أحتاج الماء. سآتيك بالماء. وأيضاً المكان هنا غير مريح. سأحضر وسادات وألعاباً. أحتاج إلى بعض الألعاب. ستأتي حالاً، تعالوا جميعاً. هل يمكن أن نبحث عن الكرة الضائعة؟ فيما بعد، هذا الأمر مهم. لنكمل المباراة يا روزي. ولكن يا كرز، نحن ليس لدينا كرة.
فلنستخدم هذه. لا أظن ذلك. أوه هيا، يجب أن نكمل المباراة. وأيضاً بلبلة تحتاج الراحة، هكذا قال فكري. ربما أنت على حق يا كرز. هيا بنا لنذهب. انتظروني. تمهلي قليلاً يا بلبلة، ألم تنسي شيئاً؟ ماذا؟ البيضة، يجب أن تجلسي عليها. لكن حسناً، دورك الآن، وأنا أحتاج نقطة للفوز. وعندها نستطيع أن نأكل قطعة حلوى؟ بالتأكيد. أوه، هيا يا رومبا. بلبلة، أنت تتحركين؟ أوه لا، مرة أخرى. هيا. إنها تتجه صوب فكري. أنت سترافقينني. أمسكتها. واو، أحسنت يا روزي. هذه هي كرة المضرب. ماذا؟ نعم. هل البيضة بخير؟ أنا آسفة فعلاً يا بلبلة، لقد حصل سوء تفاهم بسيط. يبدو أن البيضة ليست فعلاً بيضة، إنها كرة المضرب التي أضعناها. لا أصدق هذا. أي أنك كنت تجلسين على كرة المضرب. كان هذا الأمر مملا جدا. في يوم ما ستكون عندي بيضة، أما الآن من يلعب معي؟